هل شهرتك بخفة دمك في بعض الأحيان، طبعا الجمهور بيحبك جدا، ضايقتك؟ حسيت ان انا يا جماعة لا انا مش طول الوقت عايزة اهزر، مش يعني ساعات شاركنا بالحتة دي. ساعات ما بيبقى مثلا ديت حسيتها، ما بقى بعد كده مثلا ايه، في مثلا عايز اشتغل في الحته الفلانيه في المنصب الفلاني، فممكن تبص تلاقي التعليق من ناس هم لا انا مش حابين ان بركات يبقى موجود في المكان ده دلوقتي. طب ليه؟ اصل بركات وشخصيته، اصل بركات بيحب الهزار، فده كان بيزعلني جدا. ان ايه يعني ده انطباع، فانطباع واضح ان هو ايه يعني ايه مع ناس معينه بيدوم. يعني ايه لا مثلا بركات ما ينفعش يبقى هنا علشان بيهزر كتير، فلا يعني هو الهزار ملوش دعوه ملهوش دعوه خالص بالشخص ان يكون خالص. في وقت الجد جد، لكن هو بيحب الهزار اكتر، او ربنا كرمه بخفه دم يعني مميزه عن بقيه الناس.